السيد محافظ القاهره يعني كتر خيره قال لك عايزين نطور المنطقه الخديويه اللي هي منطقه الالف دي. فطبعا شيء جميل جدا ان احنا بنلاقي كراسي نقعد عليها دلوقتي، يعني الصراحه الواحد بيكون راح مشوار وعايز يقعد بيلاقي مكان كويس مكان نظيف دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، فين الكلام ده؟ العام قبل الماضي ده كان ولا حتى تعرف تمشي بالليل، وكان زباله وورق وحاجات وسوء سلوك. هو منظر جميل جدا، لان انا فعلا كنت ببقى متواجده هنا كتير قبل التغيير ده، فطبعا حاسه بفرق جامد. طبعا يا ريت الشوارع كلها تبقى كده، حتى الواحد لو جاب الاطفال يعني اكننا في مصيف بصراحه، يعني الشوارع الجميله والشوارع الحلوه. التطوير مفيش ضرر منه، بس يعني اللي فات كان يحصل معاه شويه نظافه، يعني ما كان لو هيعمله كله يبقى كله ستايل واحد، لو كله رخام ماشي، لو كله بويه ماشي. المراقبه دي مشروع كويس جدا. الاهتمام بقى فيما بعد التجديد، اكيد انت عارفه في مصر هنا الموضوع فيما بعد التجديد ده الموضوع مزعج جدا. الشارع متقفل من جميع الجهات، فلو حد تعب او اي حاله حريقه ف يعني مش عارفين ازاي عربيه الاسعاف هتخش او المطاف. يا ريت فعلا بجد يحصل كده في كل الشوارع، بس اهم حاجه يا ريت نحافظ على نظافه المكان ونهتم بيه، يعني مش بعد ما هم يصلحوا نلاقي حد بيرمي حاجه او بيكسر حاجه او بيشخبط على حاجه. كل واحد مثلا يستخدم الاسلوب بتاعه، الاسلوب اللي هو يحافظ على الشارع، نرمي الزباله في الشارع، نقدر نرجع الحاجات دي زي زمان.